طبعا هم عملوا اداء كويس جدا النهارده، ما حدش كان متوقع اصلا ان السعوديه تلعب بالحماس ده وبالاداء الجميل ده. اغلبنا كان طبعا بيشجع الارجنتين عشان خاطر ميسي، بس ما شاء الله عليهم ماتش كان ممتاز جدا، والطريقه اللي لعبوا بيها خلتنا احنا نفسنا بنشجعهم كأن مصر بتلعب بالظبط. والله السعودية النهاردة أبهرتنا كلنا، يعني ناس كتيرة جدا كانت عارفة إن النهاردة السعودية هتطلع الأرجنتين مكتسحيها، بس الأداء اللي عملوه النهاردة بصراحة أداء رائع رائع رائع، بصي خلفت كل التوقعات. طبعا هو أداء النهاردة كان قدام الأرجنتين مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا، وفرحنا جدا 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 من كل قلبنا كأن بالظبط الفريق المصري اللي بيلعب. لا لا ما شاء الله، منتخب السعودية النهاردة شرف العرب كلهم، وكان أداؤه هايل وأكتر من هايل، وكنا قاعدين بنتفرج على الماتش واحنا مفتخرين بيه، وان شاء الله هيكون ليه باع جامد في كاس العالم، وان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هيوصل لدور 16 ويروح بعيد كمان ان شاء الله باذن الله، لان هم النهارده يعني حجموا ميسي وحجموا رفاق ميسي. بالتاكيد احنا كلنا يعني اتفاجئنا بالمستوى العظيم للمنتخب السعودي، لكن النجاح ده يرجع للكوتش. الكوتش كان عامل استراتيجي كويسه قوي، والتكتيك بتاعه عالي جدا، واضح ان هو مدرب اللعيبه على الطريقه دي كويس، وان هو فعلا كان في كوميتمنت التزام من اللاعبين بشكل ايجابي، وقدروا ان هم يستغلوا الفرصتين اللي جالهم وجابوا هدفين. واتوقع ان المنتخب السعودي يكمل ان شاء الله في دور 16 ان شاء الله. انا عجبني جدا اللي قال لك كان مصر كانت بتلعب، يعني دي مشاعر حلوه. وامبارح لو احنا هنقيم المشهد بغض النظر او بعيدا كمان عن الملعب، انا عجبني جدا بجد الجماهير العربيه اللي كانت موجوده. كان في يعني مشهد احنا يمكن كان غايب عننا بقاله فتره شويه، لكن امبارح احنا شفنا قد ايه في تكتل كده، يعني من ناحيه الجماهير العربيه وفرحه ومشاعر طيبه ما بيننا جميعا. انا اشوف ان ده مكسب في حد ذاته، يعني ده مكسب من مكاسب المونديال. احنا اربع منتخبات عربيه فقط، لكن مكاسب بالمونديال اعلى بكتير كمان على الصعيد الاخر. فمبروك مره كمان، وتعالوا نشوف بقى الناس قالت ايه على السعوديه. البدايه مع النسر، النسر شخصيا بعته بيقول الشعب المصري كله فخورين جدا بالمنتخب الشقيق السعودي. أسامة رسمي سيصعد بإذن الله ويشرف العرب. طبعا كان الشق الثاني من السؤال، هل بتتوقع صعوده للدور 16 ولا لا؟ بعد كده محمد خليفة فريد شوقي، ده المفروض بيقول محمد خليفة فريد شوقي ولا خليفة، مش مهم يعني مش هتمشي كده وتمشي كده. المنتخب السعودي حقق ما لا يتوقعه احد، وانا ارى ان فرصته في الصعود كبيره جدا لما يملكه من لعيبه وجهاز فني على مستوى عالي. ده حقيقي، هو محتاج يتعادل في مباراه واحده في المباراتين القادمتين ليضمن تاهله لدور ال 16. طارق مصطفى بيصبح علينا وبيقول اداء المنتخب السعودي كان اداء ممتاز جدا ومشرف، بس اتوقع عدم تاهل السعوديه لدور ال 16، واللي اتوقعه هو تاهل المنتخب البولندي والمنتخب الارجنتيني، لان لسه في جولتين وكل شيء وارد في كره القدم. بس عشان كل شيء وارد في كره القدم على فكره، يعني في فرصه كبيره للسعوديه ده بالمناسبه. يعني محمود دسوقي، منتخب السعوديه كل حاجه، يعني كان حاجة مشرفة للعرب، ألف مليون مبروك وألف مليون سلامة على لعيب منتخب السعودية ياسر الشهراني، بجد لعيبة رجالة. وللأسف زي ما أستاذ يعني عاطف قال لنا، هو الشهراني خلاص مش هيبقى موجود تاني في المونديال مع السعودية، وطبعا تاني أكيد عندهم سكوات محترم وكافي، لكن برضو وجود الشهراني كان كويس جدا. بس على كل حال ألف سلامة عليه بقى، بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل. ومصطفى علي داوود بعد بيقول صباح الجمال على أحلى برنامج وأروع 10 الصبح في الأهلي، أداء مشرف ونتيجة تاريخية ترفع الرؤوس، وإنجاز عربي يضاف لأداء منتخب مصر ضد البرازيل في 2009، وإن شاء الله يصعدوا أول المجموعة. محمد مجاهد صباح الخير، أداء بطولي يدل على التخطيط الجيد لإدارة حكيمة تعمل من أجل رفعة بلدها، وإن شاء الله السعودية أول مجموعتها. دي حقيقة على فكرة، أنا سعيدة أن أنا أشوف السعودية بتتقدم في مجالات كتيرة منها الرياضة. أكيد. يعني فترات زمان شوية ما كانش الواحد بيسمع عن السعودية أصلا لا في الرياضة ولا في حاجات كتيرة، دلوقتي لا، السعودية فرضت نفسها وفرضت نفسها بقوة وبطريقة محترمة. فأنا بصراحة من الناس اللي سعيدة كمان على الصعيد الرياضي في الإنجاز اللي متحقق ده، لأن ما كناش بنشوفه فعلا قبل كده خالص. عزيز الشريف بعد بيقول بالعزيمة والإرادة والإصرار، وإن كان كاتبها بالسين يعني هود، بس ماشي الحال، والالتزام كل شيء ممكن. والأسرار الأسرار وفوز أي دولة عربية فخر لكل العرب. إبراهيم عبد الباري بيقول 10 على 10 إن شاء الله.
علي حمودة، صباح الخير. أداء منتخب السعودية أداء جيد، إن شاء الله يصعد للدور القادم من البطولة. عمرو منصور خليل، السعودية تستحق دور الثمانية. السعودية تستحق دور الثمانية، آه صحيح دي حقيقة. طب فعلا، بس احنا هنقول السؤال ده بعد دور 16 بإذن الله تكون موجودة ومتواجدة السعودية. كرة القدم العالمية والمحلية بيقول لو لعبوا بنفس الروح دي هيصعدوا للنهائي. صح، على فكرة هي دي النقطة برضو اللي اتكلمنا فيها أستاذ محمد يا كريم، الروح اللي لازم تكون موجودة. فكرة أنا لسه ما شبعتش، عارف أنت لما تيجي تقول الله والناس فرحت بيا والناس كلها اتكلمت عني كمنتخب سعودي وحققت إنجاز غير مسبوق، واجي بعد كده خلاص اقول انا كده عملت اللي عليا. لا انت لسه في البدايه، او بدايه حلوه جدا ولك كل الدعم، لكن لسه. فلو الروح دي استمرت فعلا المنتخب السعودي هيقدر ان هو يصعد ويتاهل، لو ما استمرتش هتفرق بشكل كبير. نتمنى ان الروح دي تستمر اكيد، وبنتمنى ان النجاح والتفوق يستمر سواء للمنتخب السعودي او للقطري او للتونسي او المغربي. كل تمنياتنا لكل المنتخبات العربيه بكل التوفيق في هذه النسخه من المونديال.